الصغار ما بنشوفها، وبيقضى على الحمض النووي اللي هو الدي ان اي تبع المايكس والباد بوكس، بيقتلهم وبيقضي على البيض الصغير تبعهم اللي بخليهم يفقسوا ويتكاثروا. اوكي، هلا ثاني وقت بيجمع كثير فيهم اوقات مثل ما قلنا هو الحشرات الصغار، هيدا كله بيجمع بيعمل مثل عفن كمان ما بنشوفه. هلا نحن بنقبع الشراشف وبننظف الفرشات وهيدا كله، بس في اوقات الفرشه مثل ما هي ما فينا نغسلها، او المخده يلي بنقيم وجهها هي ما فينا نغسلها وقت نشمسها برا. هيدي اذا استعمل جمعتين او هي على طول بنخلي مجدده ونضيفه وما بنخليهم يتكاثروا، بنقضي عليهم مره ورا مره، وهي تقضي